انتم اللهم بارك. واخا الماء راه ضاوي، واحد الرئيس اخر هنا راه ضرب، اللهم بارك. واحد الشرغو حلامه، شفتوا هذاك القرفوح دابا حلامه. اللهم بارك. هذا مليح، هذا على بركة الله. الخبز هاد الصبحية هادي دائما من مصيف في البحيرين، الصباح هي مشحطة طعيمة، غنوريها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم مع الفيديو، نتمنى الله تكون حاصلة في هذا النهار هذا. ما تدخلوش علينا بلايك، واللي مازال ابوني تابوني وفعلوا الجرس باش يتصل بالجديد ديال القناة، وقبلوا علينا وشكرا لكم على المتابعة. الله، ها الطعيمة اللي استعملتها الخوت، ها الرخشة، الرخشة هي باش لونسيتها الصباح هذا، الترخية ديال 26، البلوم ديال 80، والسبيب الرئيسي اللي في الموليني اللي في البوبينة ديال 45، مع تيسير الله. تبارك الله على الرئيس هشام، شنو هادي؟ الله يبارك فيك الرئيس حسن، هادي واحد الشيدة صغيرة ضربناها البارح، يا الله. ايوا اليوم تحرك كما كتشوفوا خاوي، نتسناو العمارة ان شاء الله ونعاودو نطونطيو ونشوف ان شاء الله. هي مازال ما بان والو ياك؟ هاد الساعة والو، البارح بالليل كانوا شي حبات ديال الزايز الروطال. ايوا اليوم مازال ما شفنا شي. عليك يا ربي، انا لونسيت بالرقشة ولكن مازال ما باقاش عليها والو. بيد الله بيد الله، عليك يا ربي غنجربها في الزداد حتى هو ان شاء الله تعالى. تيسير الله، حنا نتسناو البحر يعمر دابا، راه تقريبا قرب يسالي السرحة ديالو ياك. ايه يبدا في العمارة ان شاء الله، وغادي تكون الصيادة الى سخر الله تعالى ان شاء الله. مع تيسير الله، يلا خليكم الخوت مع الفيديو، نتمنى الله تكون شي حصيلة نتفرجوا نبارطاجيو معاكم ان شاء الله. هذيك الطعيمة ديال عرقشة ثلاثة الخوت، ولكن ما حصلت حتى شي حاجة، غادي نعاودو نطعمو إلا سخر الله بالرقشة نيت، عاد من بعد نديروها في الصداد مع تيسير الله. أش كدير الرئيس حسن؟ بغينا نجمعو شي ديال بوزروك إلا سخر الله. بوزروك؟ بوزروك أه، اللهم بارك. شوية الهاء ولكن مانع مع البحر كي كيرش هاد الشواي هادو، البحر كيطلع. لا واحد أخطوبو تا هو، اللهم بارك. صغير ولا كبير؟ مافيهش. مزيان غير نصوروه. اي سبحان الله رب العظيم، لا ما عرفتش كيبان لكم ولا ما كيبانش، حنا نوريو للجمهور المتابعين ديال القناه نتاعو مزيان. هو كاو هو هو نعمس، اللهم بارك. هذا نوكيل، هذا نوكيل صغير، هذا دابا نوريو للمتابعين ديال القناه. ها خير عيش، سير على سير تتكبر ورجع سير. اللهم بارك، خلينا نجمعوا بوزروك. اللهم بارك الحصيلة. ها الحصيلة اللهم بارك ديال بوزروك. اللهم بارك، اللهم بارك. شوف كاين المويان، كاين الكراندي، كاين اللهم بارك، راه مخيرة هنايا. سلام، غتكون شي 6 كيلو هنا ديال بوزروك، كينقيها بنادم وخرجوا منها واحد كيلو ولا ربع دا كيلو إلا سخر الله. غتكون جوج كيلو بعد ما ديال بوزروك ياك إن شاء الله، مع تيسير الله. الله عمر تبارك الله. المهم هادي هي الحصيلة ديال بوزروك. السنارة مازال ما جاب الله شيء، دابا غادي نشوفوا السنارة إلا سخر الله. مع تيسير الله غنساليو اللونس، دابا البحر راه بدا كيدخل، غادي نساليو اللونس. عليك يا ربي لعاد بان شي بياسه نبارطاجيوها معكم، خليكم مع الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا لايك، شوفوا فكره على البحر كي داير. اللهم بارك، ديال الشرغو هنايا، هادي هي بلاصة الشرغو، ديال الشرغو هي غير ما في شيء في البحيرين. اللهم بارك،
الله فين هذا المصيد ديال تكرو الله. انتما كتمشى هنا ساهل ماهلها فهاد الاتجاه ولا فهاد الاتجاه الاخر، وكاين فين تبيكي الكيطون بحال تماك راه الرمله، وشتو هاد الكياطن في الجهه الاخرى، وكاين الفوق هنا فين تبيكي الكيطون. بسم الله الخوت، ها القرفوح الاول ديال هاد المصيد الجديد ديال تكرو. انتما اللهم بارك، واخا الماء راه ضاوي، واحد الرئيس اخر هنا راه ضرب اللهم بارك، واحد الشرغو المصيد راه كيبان زويون. ايوا عليك يا ربي، المهم نتمنى من الرياسة اللي ما عارفينش هذا المصيد هذا، الا تفرجوا في هذا الفيديو هذا وجاو جربوا المصيد يخليو لنا لايك لهذا الفيديو هذا، باش نزيدو نعطوكم مواقع صيد اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه للمبتدئين، وحتى بالنسبه للرياس القدامى راه كاين اللي ما عارف بعض المصايد. اليوم عاد يسير الله منو الله يكون شي شرع اكبر من هذا. اللهم بارك، المصيد ديال تكرو حلامه، شفتوا هذاك القرفوح دابا حلامه. اللهم بارك، هذا مليح، هذا واحد 400 غرام تقريبا. لا مليحه مليحه، اللهم يسر. زين هذا المصيد ديال تكرو زين، خصنا نعاودو نرجعو ليه عاود ثاني. ضربنا فيه حلامه وضربنا فيه الشراغي، غير هملنا صافي، بقينا كنمشيو لي سوحو لتيكرت تيبحيرين. لا تبارك الله زينه، اللهم بارك، باقي مازال الخير، باقي الخير ان شاء الله، باقي الخير لا سخر الله، اللهم بارك.